كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم وصيام مقبول. رمضان بيفكرنا بالتراث والتاريخ، وعلى فكرة تراثنا فيه جانب مهم عايز أكلمكم عنه، الإسهامات الإسلامية في العلم والمعرفة. ده علماء المسلمين نظموا المعرفة اللي سبقتهم وترجموها للعربية وزادوا عليها كتير وكتير، وبنوا أساس العلم الحديث اللي تفوقت فيه أوروبا وأمريكا النهاردة. تعالوا معايا في رحلة مع علماء الإسلام. النهاردة هنتكلم عن ابن حمزة المغربي، عالم رياضي اشتهر في القرن السادس عشر. ابن حمزة اتعلم القرآن والحديث هو لسه صغير، وكان عنده موهبة واضحة جدا. ولما وصل 20 سنة أبوه بعته إلى إسطنبول عشان يتعلم العلم على يد علماء العاصمة، واستعملوه كخبير في الحسابات في ديوان المال في قصر السلطان العثماني. في إسطنبول ابن حمزة درس الرياضيات مش بس لأبناء إسطنبول، إنما للوافدين عليها من أبناء أقطار مختلفة في الدولة العثمانية كلها. وده كان من مزايا أنه كان بيتقن اللغتين العربية والتركية. وأثناء تدريسه اشتهر ابن حمزة بأنه من الناس اللي بيتحروا الصدق والدقة في كتابة والأمانة في اللقب، فكان ينسب إليه أنه هو فعلا رجل الأمين. فقد نوه إذن عن كل العلماء الذين نقل عنهم، فكان يقدم لهم الشكر والعرفان. ابن حمزة فضل في منصبه لغاية ما أبوه توفى، فاستقال من عمله عشان يرعى أسرته، وراح في الجزائر وعمل شوية أعمال خاصة بالتجارة كانت بتاعت والده، ولكن باعها وباع البيت وانتقل هو وأمه إلى مكة المكرمة للحج وإقامة بجوار بيت الله الحرام. ودرس في مكة، استمر في القراءة، إنما بدأ يدرس علم الحساب للحجاج. فجالوا مجموعة حجاج من الهنود وسألوه على مسألة صعبة جدا في الإرث كان احتار فيها الرياضيين الهنود، فرسم لهم جدول كده، والجدول ده بين ببساطة جدا إزاي يقدروا يحلوا هذه المشكلة. المسألة دي وطريقة حلها اتعرفت بعد كده باسم ابن حمزة وبالمسألة المكية. لما الوالي العثماني في مكة سمع الحكاية دي قال لا، ده لازم الراجل ده احنا عايزينه، فجابه وشغله في ديوان المال، وظل في هذا العمل حوالي 15 سنة. حقيقة عمل حاجات كتيرة وكتب حاجات كتيرة، ان يمكن حط أهم أفكاره في كتاب مشهور اسمه تحفة الإعداد لذوي الرشد والسداد. وهكذا نقدر نقول ان علماء المسلمين قدروا يضربوا المثل مش بس في المعرفة وفي نفع الناس، إنما أيضا في الخلق والانضباط والتواضع قدام العلماء الآخرين.